تشرف وزارة تطوير البنية التحتية حاليا على تنفيذ 12 مشروعا حيويا ضمن برنامجها الاستثماري موزع على عدد من إمارات الدولة بتكلفة إجمالية تبلغ 1.43 مليار درهم. في هذا الإطار قال معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن حيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية إن هذه المشاريع تضم 5 مشاريع طرق تربط مناطق الدولة بعضها بالآخر بالإضافة إلى 4 مشاريع تابعة لوزارة الداخلية ومشروعين لوزارة العدل ومشروع لوزارة الثقافة وتنمية المعرفة. وأوضح معالي الوزير سعي الوزارة من خلال تنفيذها المشاريع المختلفة إلى تحقيق مكانة مرموقة لدولة الإمارات دولياً، لافتا معالي إلى دور الوزارة في دعم مكانة الدولة في مؤشر التنافسية العالمية.